في رسالة للأردنيين، الملك عبد الله الثاني يقول إن الفتنة وئدت وأن الأردن انتصر على كل الاستهدافات. بعد تعرض السفينة الإيرانية سافيز للقصف، العربية تكشف تفاصيل لباسها المدني وتحركاتها العسكرية. بعد فشل محادثات الكونغو، خياران أمام مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، والسيسي يحذر. وفي العربية الليلة عنوانان فرعيان لموضوعنا الرئيس هما: العاهل الأردني يؤكد أن الأمير حمزة التزم أمام الأسرة بأن يضع مصلحة الأردن فوق كل اعتبار. الأردن يسمح بنشر ما يعبر عن الآراء وحرية التعبير ضمن إطار القانون في قضية الأمير حمزة. في رسالة وجهها إلى الأردنيين، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يطمئن الشعب بأن الفتنة وئدت وأن الأردن آمن ومستقر. قال العاهل الأردني: إن الأردن انتصر على التحديات وعلى كل الاستهدافات التي حاولت النيل من الوطن. أشار العاهل الأردني إلى أن أطراف الفتنة كانت داخل بيتنا الواحد وخارجه، قائلاً: إنه شعر بالصدمة والغضب. العاهل الأردني قال إن الأمير حمزة اليوم مع عائلته في قصره وتحت رعايته، وأنه قرر التعامل مع موضوع الأمير حمزة في إطار الأسرة الهاشمية، مشيرا إلى أنه أوكل المهمة لعمه الأمير الحسن بن طلال، وأن الأمير حمزة التزم أمام الأسرة بأن يسير على نهج الآباء والأجداد وأن يضع مصلحة الأردن ودستور الأردن فوق أي اعتبارات أخرى. الملك عبد الله الثاني قال إن الخطوات القادمة ستكون محكومة بمعيار مصلحة الوطن ومصلحة الشعب الأردني. أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالا هاتفيا بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أكد في خلاله تضامن الولايات المتحدة التام مع الأردن، وأكد بايدن أنه ليس قلقا أبدا على الوضع في الأردن، وشدد على دوره المهم في المنطقة. كما أكد بايدن للملك عبد الله على أهمية تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين البلدين. ينضم إلينا من عمان طلال الشرفات عضو مجلس الأعيان الأردني، أهلا بك معنا سعادة العين. أنا أريد أن أبدأ معك بتعليقك على الخطاب الذي وجهه الملك عبد الله الثاني إلى الأردنيين أو الرسالة. نعم يا سيدي، كان خطابا مؤثرا، خطابا عاطفيا بامتياز، خطابا سياسيا عميقا، يعني التقطه الأردنيين بكل يعني حيوية وبكل اعتزاز. مؤسس العرش جلالة الملك حفظه الله دائما عودنا أن يعني أن يكون المرجعية في كل خلافاتنا السياسية أو المسائل الاجتماعية، ولذلك عندما قال جلالة الملك بأن الفتنة قد تم وأدها في مهدها، فبالتالي يعني تنفس الأردنيين الصعداء، وبالتالي أصبحت المسألة يعني في عداد التاريخ، والحمد حتى لله رغم أنه أشار إلى أن تلك الفتنة التي قال عنها كانت داخل بيتنا الواحد وخارجه. هل من السهل عندما تكون الفتنة كما سماها الملك نفسه داخل البيت الواحد إضافة إلى خارجه، هل من السهل وأدها بهذه السرعة، أم أنه سيكون للموضوع تبعات لاحقا ربما؟
يا سيدي الحلم الهاشمي حلم كبير، والهاشميين على مدى التاريخ كان لهم يعني مواقف أكثر رحمة من هذه، وبالتالي عندما قال جلالة الملك لم يكن هذا الظرف هو الأصعب والأخطر، بل كان الأكثر إيلاما بالنفس، بمعنى أن المسألة كانت بأثرها الأساسي كانت أثرا عاطفيا، لأنها المرة الأولى التي تحدث داخل الأسرة المالكة. هذه مسألة. المسألة الثانية أن مسألة الخوف مع يعني على مؤسسة العرش لم تكن يعني مشكلة في الدولة الأردنية، لأن توحد الأردنيين حول مؤسسة العرش يعني مسألة لا تقبل انقسام، وموقف الجيش والأجهزة الأمنية موقف راسخ وثابت، وحتى العقيدة السياسية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية هي يعني منتهية في هذا الإطار ولا تقبل الاجتهاد. لذلك كانت المسألة مؤثرة من الناحية النفسية والناحية العاطفية، وأن جلالة الملك عندما قال بأنه نذر نفسه للأردنيين هكذا هم الهاشميين، يعني عبد الله الأول سقط شهيدا على أعتاب الأقصى في دفاعه عن يعني وحدة الضفتين، وبالتالي هذه المسائل جميعها تؤكد أن الخطاب الهاشمي دائما كان خطابا نوعيا، بمعنى أنه يعكس رغبة الأردنيين بشكل كبير، ولذلك كانت المسألة بكل تأكيد كانت مسألة إيجابية. تمام. بكل المقاييس. وسأعود إليك بموضوع النشر بعد أن نشير إلى هذا الخبر أستاذ طلال إذا سمحت لي. فقد قال النائب العام الأردني حسن العبداللط أن حظر النشر في الموضوع المرتبط بالأمير حمزة بن الحسين الذي صدر الاثنين يشمل كل ما يتعلق بمجريات التحقيق وسريته، كذلك الأدلة المتعلقة به وأطرافه، وأضاف أن الحظر يستثنى منه ما يعبر عن حرية الرأي والتعبير ضمن إطار قانون المطبوعات والنشر، وأشار إلى أن الحظر يستثني أيضا التصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية بهذا الخصوص. معنا نعود إلى عمان مع طلال شرفات عضو مجلس الأعيان الأردني، أهلا بك معنا مجددا سعادة العين. هل هناك يعني ألم يكن هناك تخبط في هذا الموضوع مع الإعلان عن الحظر أولا ثم تفسير ذلك بأنه مع ما يضمن حرية التعبير؟ يا سيدي لم يعد، ولكن كانت المسألة يعني كان محاولة لمسألة إنهاء هذه المسألة بطريقة أو بأخرى. نحن طبيعة المجتمع الأردني مجتمع عاطفي، وبالتالي يعني نريد أن ننهي هذه القصة بكل تجلياتها، وأن نتوقف عن مسألة الفيديوهات وإرسال الرسائل على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن عندما نتحدث عن دولة كالأردن دولة قانون ومؤسسات، من الصعب يعني أن يكون منع الناس من التعبير عن آرائهم في هذا الاتجاهات، والأمر أحيانا يحتاج إلى روايات حكومية، يحتاج إلى بيانات حكومية في هذا الشأن تتعلق بهذه الأسئلة. وكان لابد أن يستثني القضاء، لأن احترام القضاء في الدولة الأردنية هو احترام مطلق، يعني لا أحد يستطيع أن يعلق على أحكام القضاء. ولذلك هل كانت يعني المعلومات كافية والتواصل كافي مع الناس لكي يعني يقبلوا لاحقا بمنع النشر، لأنه احتاجوا إلى المعلومات فيذهبون إلى مصادرها مهما كانت؟ إذا لم توفر هذه المعلومات الناس تريد أن تبحث عن مصادرها الخاصة مهما كانت. صحيح، هذه شهوة الخبر أكيد، يعني كل الناس يحاولون الوصول إلى الخبر بطريقة أو بأخرى، لكن لدينا نحن مسألة تتعلق بطبيعة التحقيقات وطبيعة الدولة الأردنية التي هي تتوسط إقليم ملتهب، وأيضا طبيعة الحديث في المسائل المتعلقة بالأسر وبالأشخاص وما إلى ذلك. هذه مسألة في الدولة الأردنية تثير حساسيات كبيرة، لذلك أحيانا لجم المسائل المتعلقة الأخطار المتعلقة بهذا الأمر تحتاج إلى مسألة، تحتاج إلى قرارات كهذه من النائب العام، وحتى أيضا الحفاظ على سرية التحقيقات بعد أن تم تداول الكثير من الفيديوهات في هذه الأزمة. وربما كان من الأجدر لمحاولة استكمال الأدلة والمعلومات، ربما يحتاج الأمر التحقيق تمام. أن يكون سريا، بمعنى أن لا يكون هناك إعلان ونشر لهذه المسائل. مفهوم. أستاذ طلال شرفات عضو مجلس الأعيان الأردني من عمان، شكرا جزيلا على هذه المشاركة معنا الليلة، تحياتي إليك.
حرب السفن بين إيران وإسرائيل لا تزال قائمة. آخر هذه الهجمات تعرض السفينة الإيرانية سافيز للقصف، استهداف نفذته إسرائيل، لكنها لا تريد الإفصاح عن ذلك بشكل رسمي الآن بحسب مراقبين. سفينة سافيز مملوكة لشركة خطوط الشحن الإيرانية وصلت البحر الأحمر أواخر عام 2016. وفقاً لبيانات تتبع السفن، تمركزت قبالة السواحل اليمنية منذ ذلك الحين، لكنها انجرفت قبالة أرخبيل دهلك الموازي لأريتريا. تقول إيران إن مهمة سافيز المساعدة في جهود مكافحة القرصنة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، غير أن المعلومات تفيد بأنها سفينة تجسس عسكرية تابعة للحرس الثوري. وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، فإنه على الرغم من تصنيفها تقنياً كسفينة شحن، إلا أنها تعتبر أول سفينة عسكرية سرية يديرها الحرس الثوري، وهي معلومات أكدتها تقارير استخباراتية غربية نشرت في 2019، أفادت بأن السفينة تمارس أعمالاً مشبوهة، وقدرت حمولتها بنحو 170 ألف طن، مشيرة إلى أنها تحمل حاويات وأجهزة مراقبة متقدمة لتتبع سفن الشحن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر. بينما أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي خلال مؤتمر صحفي في سبتمبر 2018، رصد وجود نشاط مشبوه لسفينة إيرانية تسمى سافيز، وبيّن آنذاك أنها تتمركز في البحر الأحمر على مسافة 95 ميلاً بحرياً عن ميناء الحديدة، وإضافة إلى 87 ميلاً بحرياً بالقرب من جزيرة كمران اليمنية. قال أيضاً إنها تدير العمليات العسكرية للميليشيا الحوثية، مستعينة بتسجيلها تحت غطاء تجاري، مؤكداً أن حمولتها تحوي منظومة اتصالات فضائية وأنظمة مناظير وتنصت، إضافة إلى أسلحة وقوارب سريعة تقوم بتحركات مشبوهة، وهو ما يثبت أنها سفينة عسكرية. قبل عامين رصدت كاميرا العربية زوارق في البحر الأحمر تنقل شحنات مشبوهة لسفينة سافيز. دعونا نتابع تقريراً عرض في سبتمبر 2018 على العربية عن هذا الموضوع الذي يتفاعل اليوم. كاميرا العربية رصدت تحرك أحد الزورقين العسكريين من سافيز مسرعاً باتجاه سفينة إيرانية تجارية أخرى اسمها أرزين. استلمت شحنة مشبوهة بحجم كبير ووزن ثقيل ونقلتها إلى سافيز. معنا من واشنطن بهنام طالبلو، كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية. أهلا بك معنا أستاذ بهنام. ما الذي يلفتكم أكثر في هذه الأخبار التي وردت الآن في هذه في هذا الملف تحديدا؟ يشرفني أن أكون معكم. من الضرورة بمكان أن ندرك بأن سافيز كما ذكرتم في تقريرهم كان قد تم تحديدها في السابق، وفي حقيقة الأمر بعد أن تم ضربها الآن وهناك اعتقاد بأنها كانت تقدم نوعا من أنواع الدعم للحوثيين وتقوم بجملة من العمليات، الأمر الذي يعد انتهاكا
للقرارات الدولية والتي تأتي من الجمهورية الإسلامية في خلال سياقها لتوسيع طموحها الإقليمية ودعم الميليشيات. إذا ما نظرنا إلى هذه الحرب، حرب الناقلات التي كانت قد انطلقت بين إسرائيل وإيران والتي كانت قد تغيرت موقعها من سوريا إلى البحار العليا، وإذا ما نظرتم أيضا إلى الصراع في المنطقة العربية، فيتعجب المرء كيف يمكن للحوثيين أن يستجيبوا لكل تلك الضغوط التي كانت توجه عليهم، ولم يكن ذلك ليحدث إلا بفضل الدعم الإيراني. كيف تعتقد بأنه يمكن قراءة الموضوع عسكريا وأمنيا عندما يتعلق بما تقوم به إسرائيل ردا على هجمات إيران عليها، وما يقوم به تحالف دعم الشرعية في اليمن ردا على ميليشيات الحوثي وكل سبل دعمها من قبل إيران؟ لم يكن هناك سوى دولتان في المنطقة اللتان كانت تواجهان الجمهورية الإسلامية، أولهما المملكة العربية السعودية والتحالف تحالف دعم الشرعية، وثانيا إسرائيل التي كانت تقوم بضرب إيران في سوريا وفي العراق، وكانت تقوم بتوجيه ضربات من شأنها يمكن أن تنقل نوعية من الأسلحة الدقيقة إلى حزب الله. هاتان الدولتان كانتان تواجها إيران بصورة مستمرة، لكن نظرا لأن إسرائيل كانت أيضا قد شنت هذه العمليات الهجومية البحرية في مناطق مختلفة، فيبدو بأن هناك تقاطع في التصعيد، أي بمعنى أن هناك الأزمة السعودية الإيرانية والأزمة الإسرائيلية الإيرانية، وقد نرى أيضا المزيد من التصعيد أو ردود الفعل أو الانتقام من قبل إيران في مسارح مختلفة، وهذا يجعل الأزمة الإقليمية التي نراها تصعب إدارتها ومراقبتها، لأن إيران يعلم بأنها تقوم بالعمل في مناطق مختلفة وقد تستخدم وكلائها، والأمر الذي سوف يصعب علينا متابعة هذا الأمر من قبل إيران. وندرك أيضا أن السعودية تقوم أيضا بمواجهة الحوثيين في اليمن. وإذا ما أخذنا هذا في سياق الصورة الكبرى ومن خلال الشراكات التي أقامتها أمريكا مع حلفائها، فهناك محاولات مستمرة لمواجهة إيران. سأعود إليك لنتابع في نفس الموضوع، وبعد أن نذكر أنه في سبتمبر من عام 2018 أعلن الناطق باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي عن رصد نشاط مشبوه لسفينة إيرانية في البحر الأحمر تسمى سافيز. إذا نذكر بذلك الآن. تلاحظون بعض الأنشطة المشبوهة بما يقوم به الحرس الثوري الإيراني، سواء بالسفينة سافيز أو تباندا أو غلتشان، من وجود أشخاص موجودين على ظهر السفينة يرتدون الزي العسكري في الأعلى. أيضا تقوم السفينة بعمليات مراقبة مستمرة من خلال الأشخاص الموجودين عليها، وهي مراقبة مستمرة للسفن العابرة لمضيق باب المندب والبحر الأحمر سواء متجهة شمالا أو متجهة جنوبا. أستاذ بهنام، إذا نحن نتحدث عن يعني سفينة تشكل تهديدا أو تحديا أو خطرا على الملاحة العالمية ككل، حتى يعني تصدت لها إسرائيل بهذه العملية، وليس فقط في موضوع العلاقة بين إيران وميليشيات الحوثي من خلال مدهم بالأسلحة والعتاد والأموال. هذا يثير السؤال، وأنت محق في ذلك. الأمر الذي يدفع إسرائيل وردها الذي قامت به في الهجوم أو في التصدي لهذه السفينة متعدد الأبعاد والأطراف، أولا من خلال مواجهة عمليات إيران في المقام الأول، ثانيا أيضا مسألة ما يحدث في اليمن من حيث تهريب وتزويد الحوثيين في السلاح في تمديدا
للأزمة والصراع الذي يحدث هناك. وأيضا إسرائيل تستخدم البحر الأحمر وشركائها يستخدمون البحر الأحمر، لذا قد تكون هذه المنطقة عرضة للهجوم. إذا ما نظرتم إلى جغرافية السعودية فهذا الأمر قد يثير المزيد من الأسئلة، ولا سيما من خوفا من الحالة الأمنية للممرات البحرية الدولية التي قد تقع قبالة مضيق هرمز. نعم، بعد مقتل قاسم سليماني بسنة وسنة ونصف، لكن حالات متكررة من عرقلة حركة الملاحة قد حدثت، وكان لابد للسعودية أن تأخذ دورها في التصدي لتلك العملية. شكرا جزيلا لك أستاذ بهنام طالب لور، كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية، تحياتي إليك. التوتر الإسرائيلي والإيراني ينتقل من البر والجو إلى البحر. حرب السفن بين الجانبين بدأتها إسرائيل في 2019 لتتوالى بعدها الهجمات في المتوسط والبحر الأحمر وبحر العرب وخليج عمان. نحن باقون معكم في العربية الليلة لتتابعوا فيها أيضا بعد الفاصل. رغم انتهاء أزمة السفينة العالقة في قناة السويس، العديد من الشحنات ستصل متأخرة عن موعدها المحدد. أهلا بكم من جديد. أكدت وكالة الطاقة الذرية أنها ستواصل أداء دورها الفني والذي اعتبرت اللا غنى عنه في الاتفاق النووي الإيراني. وفي نفس الملف النووي، رأى الرئيس الإيراني حسن روحاني أن المفاوضات النووية في فيينا تشكل نجاحا جديدا لبلاده على حد تعبيره. روحاني أكد أن لا حل أفضل من الاتفاق النووي الموقع عام 2015. حمية أطراف جميع أطراف الاتفاق النووي خلصت أن لا حل أفضل من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، ولا مسار إلا من خلال التطبيق الكامل للاتفاق، واعتبر أن المحادثات النووية في فيينا تشكل نجاحا جديدا لإيران. دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثيوبيا إلى عدم المساس بنقطة من مياه مصر، مشيرا إلى أن جميع الخيارات مفتوحة في قضية سد النهضة، وشدد في كلمة له على أن الدول جميعا يجب أن تتعلم من المواجهات السابقة وتكلفتها. وأكد السيسي أن خيار التعاون يبقى الخيار الأفضل في مسألة مياه النيل، مجددا تقديره لأهمية التنمية المعتمدة على المياه بالنسبة للدول الأفريقية بشرط عدم المساس بحقوق مصر المائية. كما قال السيسي أن قلق المصريين بسبب سد النهضة مشروع، داعيا إياهم للاهتمام بكل قطرة ماء. الملء الثاني هو معضلة سد النهضة حاليا، وهو ما أكد عليه وزير الري السوداني ياسر عباس، الذي قال إن خسائر ذلك على السودان أكبر حتى من خسائره على مصر. دعونا نتعرف على حجم الخسائر على البلدين. بحسب الخبراء، تحتاج إثيوبيا إلى تخزين 13 مليار ونصف المليار متر مكعب من المياه لتنفيذ عملية الملء الثاني، ويقول الخبراء إن بنية السد غير قادرة على تحمل هذه الكمية، ما يهدد بوقوع انهيارات إذا حصلت فستتعرض أجزاء واسعة من السودان للغرق. الخبراء يشيرون أيضا إلى أن عدم التنسيق مع السودان سيؤثر مباشرة على مستوى نهر النيل، ما يعني نقصا بمياه خزانات الشرب، إضافة إلى إفراغ السدود السودانية. هذا بالنسبة للسودان. أما مصر فستكون معاناتها الحالية أقل من الصورة المأساوية التي تهدد السودان إلا في حال وقوع سنوات جفاف، وفي ظل حالة عدم التأكد من ملء الخزان.
قامت مصر بتقليل المساحات المخصصة لزراعة الأرز هذا العام احترازياً. هذا يعني تراجعاً في الإنتاج والمردود السنوي للحصاد. جدير بالذكر أن انتقال المياه من السدود يؤثر على الطمي، وهي مادة أساسية لخصوبة الأراضي الزراعية والتي يعتمد عليها آلاف المزارعين على ضفاف النيل. على كل المزيد من التفاصيل حول هذه الأزمة المتفاعلة والمتصاعدة بموضوع سد النهضة، معنا الزميلة راوية القاسم الآن تنضم إلينا في الاستوديو. أهلا بك راوية. مساء الخير. مساء الخير. إذن مشاهدينا، انتهت المفاوضات المتعلقة بسد النهضة في كينشاسا مع اتهامات مصرية سودانية للطرف الإثيوبي بالتعنت في موقفه. الرئيس المصري حذر أديس أبابا من المساس بالحصة المصرية من المياه، مؤكدا أن كافة الخيارات مفتوحة. نستمع لما قاله. احنا مع منسقين مع أشقائنا في السودان على الإجراءات، وإحنا هنتحرك معها. إحنا بنعلن وبنأكد للعالم عدالة القضية بتاعتنا وفي إطار القانون الدولي، وبالتالي بقول في إطار القانون الدولي والأعراف الدولية ذات الصلة بحركة المياه عبر الأنهار الدولية. وبقول للأشقاء في أثيوبيا بلاش إن إحنا نصل لمرحلة إنك أنت تمس نقطة مية من مصر، لأن الخيارات كلها مفتوحة. الخيارات كلها مفتوحة. في ذات السياق، استنكر وزير الري السوداني رفض إثيوبيا التوصل لاتفاق ملزم حول السد خلال 8 أسابيع. نستمع لما قاله خلال مؤتمر عقد في الخرطوم. لو تذكروا الخطاب بتاع 26 يونيو الماضي أعطى الخبراء أو أعطى الدول أسبوع واحد فقط، وهنا تم إعطاء الخيار ل8 أسابيع. وافقنا على هذا الاختيار بضرورة أن يتم الاتفاق قبل الملء الأول في يوليو القادم، ولكن أيضا اعترضت أثيوبيا على ذلك. إذن دعونا وإياكم مشاهدين نستعرض الخيارات المتبقية للطرفين المتضررين لمنع إثيوبيا من البدء في الملء الثاني للسد بعد فشل الاتحاد الأفريقي في حل النزاع. هنا يحق لمصر والسودان اللجوء إلى مجلس الأمن تحت بند الفصل 7 والطلب من المجلس التدخل للسد أو لتعليق الملء الثاني للسد إلى حين التوافق على كافة النقاط الخلافية. نفترض السيناريو الأسوأ وهو رفض إثيوبيا. في هذه الحالة تطلب كل من القاهرة والخرطوم عقد جلسة طارئة للمجلس، وهنا تنطبق على النزاع صفة النزاع المهدد للسلم والأمن والاستقرار الدولي والإقليمي، وعليه يجب على المجلس القيام بدوره باعتباره الجهة الوحيدة المعنية بحفظ السلم والأمن الدوليين. نفترض فشل المجلس بتجميد ملء السد، هنا يحق للطرفين المتضررين الطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة التصويت على إخفاق مجلس الأمن بتسوية النزاع، وطلب توصية بتطبيق قوانين وقواعد إدارة الأنهار الدولية. غير أن الخيار الأخير يبقى لجوء كل من مصر والسودان إلى التحكيم العسكري لحماية مقدرات الدولتين ودرء الخطر المهدد لأمنهما المائي وأمن شعبيهما. إذن إليك يا طاهر. شكرا جزيلا لك يا راوية. موجز الأخبار في منتصف الساعة الأولى. قال نائب العام الأردني حسن العبدالله أن حظر النشر في الموضوع المرتبط بالأمير حمزة بن الحسين يستثنى منه ما يعبر عن حرية الرأي والتعبير ضمن إطار قانون المطبوعة والنشر. أكدت الخارجية الإيرانية تعرض سفينة سافيز تابعة للحرس الثوري لهجوم في مياه البحر الأحمر. قال بيان للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية وفقا لوكالة رويترز أن طهران ستفتح تحقيقا لتحديد مصدر الهجوم على السفينة. قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بدرجة 20% وصل إلى 55 كيلوغراما. رأى الرئيس الإيراني حسن روحاني أن المفاوضات النووية في فيينا تشكل نجاحا جديدا لبلاده على حد تعبيره. روحاني أكد أن لا حل أفضل من الاتفاق النووي الموقع عام 2015. اعتبرت الخارجية الكندية توجيه إيران تهما ضد 10 مسؤولين في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية بأنها غير كافية، وعبرت كندا عن قلقها العميق
إزاء نقص المعلومات والأدلة التي قدمتها إيران في لائحة الاتهام. تستعد نحو 500 عائلة عراقية لمغادرة مخيم الهول شمال سوريا بعد موافقة الحكومة في بغداد على عودتهم إلى العراق. أعلن محامي الرئاسة التركية أن محكمة في أنقرة أصدرت أحكاما بالسجن مدى الحياة على 32 عسكريا سابقا لضلوعهم في محاولة انقلاب عام 2016 ضد الرئيس التركي. يندرج العسكريون السابقون ضمن مجموعة من 497 مشتبها بهم، وقد خدم غالبيتهم في الحرس الرئاسي. رغم الانتقادات المتكررة للمشروع، جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التزامه ببناء قناة اسطنبول التي تصل البحر الأسود ببحر مرمرة، وأعلن أردوغان عن استكمال الاستعدادات لشق القناة وأن الأعمال الأساسية للمشروع ستبدأ في الصيف. وهذه عودة الآن إلى ملف سد النهضة الذي عرضنا لتفاصيله قبل الموجز. معنا من القاهرة دكتور عماد جاد عضو مجلس النواب المصري، أهلا بك معنا. من الخرطوم ينضم إلينا دكتور أحمد المفتي العضو السابق في الوفد السوداني لمفاوضات سد النهضة والمستشار القانوني للوفد أيضا. ونريد من ضيفينا الكريمين أن يحددا لنا إن تكرما سبب المشكلة التي لا تزال قائمة حاليا. ما الذي عرقل الوصول إلى اتفاق في مفاوضات كينشاسا؟ أبدأ معك دكتور عماد جاد، أهلا بك، تفضل. دكتور عماد جاد أعتقد أنه لا يسمعني، سأعود إليه بعد قليل. دكتور أحمد أبدأ معك. إذن متداخلين مع بعض، القناتين متداخلين. دكتور أحمد المفتي تسمعني؟ نعم اسمع. إذا نريد أن نحدد معك لو سمحت سبب المشكلة باعتقادك في يعني المفاوضات الأخيرة على الأقل في كينشاسا، هل لا نزال أمام نفس العقبات أم أنه في أمور أخرى طرأت أيضا؟ أسباب المشكلة هي التعنت الإثيوبي وإصرار على التصرف بإرادة المنفردة كما تصرفت في الملأ الأول، وتريد الآن أن تتصرف بنفس الطريقة فيما يتعلق بالملأ الثاني، وإضافة إلى ذلك زادت الطين بلة بحيث أنها كانت تتحدث منذ العام 2011 عن الملء وعن التشغيل السد لأغراض الكهرباء، بمعنى أنه لن تتأثر كميات المياه المتدفقة إلى السودان ومصر، ولكن الآن إثيوبيا تتحدث عن أنها تطلب حصة من المياه، وحصة سوف تستقطع من الحصة المصرية والحصة السودانية لتستخدمها والفائض منها تبيعه حتى خارج إطار الحوض. فهذا موقف يعني إلى الخلف، إضافة إلى موقفها السابق المتعنت والذي عبر عنه الاتحاد الأفريقي في رئاسة جنوب أفريقيا سابقا بأنه وصل إلى طريق مسدود، والآن هي تضع مزيد من العقبات وتتصرف بإرادتها المنفردة، وهذا هو سبب فشل المفاوضات فشل ذريع، وهو فشل بالتالي. ما الاستحقاق المقبل باعتقادك؟ مفروض أنه يكون الاستحقاق المقبل هو في تقديري أنه إما إثيوبيا أي مفاوضات قادمة تلتزم بأنه توقف التشييد وأي تصرفات في سد النهضة كتوضيح لجديتها من الدخول في المفاوضات، أما أي مفاوضات بخلاف استيفاء هذا الشرط فسوف تكون مفاوضات عبثية، ويبقى الخيار الوحيد المطروح أمام السودان ومصر هو الاستسلام الكامل لوجهة النظر الإثيوبية أو المواجهة بمعناها العريض، خياران كلاهما مر. إما أن توقف بناء السد ويعني المقصود المرحلة الثانية من الملء، وإما الخيارات الأخرى بمعناها العريض يعني الحل العسكري. إلى حين كل الخيارات المواجهة تبدأ من مواجهة يعني تشمل الحل العسكري، نهاية تكون متى الحل العسكري. متى يعني أنت يجب أن ننتظر أو نبقي عينا بأنه إذا ظلت إثيوبيا مصرة على مواقفها بأنه يجب أن يتم اللجوء إلى حل عسكري، يعني عن أي مدى زمني نتحدث؟ من هون ليوليو هو بدأ حقيقة يوليو؟ هو إحنا أو دخلنا فعلا بالمرحلة؟ أنا أتحدث عن قبل اليوم، دخلنا هذه المرحلة قبل اليوم. ومن ذلك المناورات المشتركة للقوات السودانية والقوات المصرية، نسور النيل واحد ونسور النيل اثنين. الشيء الآخر دخول القوات العسكرية السودانية إلى منطقة كانت تسمح لإثيوبيا باستخدامها لمدة 20 سنة، الآن استردتها القوات السودانية. السودان طلب
في 4000 جندي اثيوبي داخل السودان تابعين للامم المتحده، السودان طلب سحبهم. كل هذه هي مؤشرات لبدايه المواجهه. تمام، انا ساعود اليك بعد قليل، معلش اسمح لي نستفيد من جهوزيه الدكتور عماد جاد الان معنا عضو مجلس النواب المصري. اهلا بك معنا دكتور، استمعت الى بعض مما قاله دكتور احمد المفتي، نامل ذلك، يعني هل تشاركه هذا الراي والقلق في نفس الوقت؟ طبعا، يعني لا يوجد مصري واحد ولا سوداني واحد لا يشعر بالقلق الشديد، وكما تفضل وأؤيده في ذلك تماما، أننا نتمنى للمرة الألف أن تلتزم إثيوبيا وتتوقف عن المناورات والمراوغات وتعمل على قبول اتفاق قانوني ملزم يصب في مصلحة الجميع. نحن لسنا في مصر ولا السودان ضد السد، املوا السد كما تشاءوا، ولدوا الطاقة كما تشاءوا، لكن لا يمكن أن يبدأ الملو الثاني للسد دون اتفاق قانوني ملزم. الذي نعلمه تماما أن إثيوبيا تراوغ وتناور وترفض الإشراف الدولي، لكن الموقف المصري السوداني هو يشهد العالم ويشهد الاتحاد الإفريقي على أن إثيوبيا تراوغ وتناور. حضرتك سألت سؤال لضيفك قبل قليل، نعم، هل دخلنا في مرحلة البلاء؟ نعم، الرئيس عبد الفتاح السيسي حدد 15 من إبريل الجاري باعتباره خط أحمر. لو لم نصل إلى اتفاق قبل هذا الموعد، فأتصور شخصيا أننا سنكون مضطرين وللأسف الشديد للبحث عن حلول غير تفاوضية للتعامل معه، ربما لتعطيل مسألة الملو الثاني إلى أن يتم الاتفاق. لكن إثيوبيا أنا لا أعلم على ماذا تستند في تحدي مصر والسودان وتشتبك مع القوات السودانية وتحتل أراضي سودانية، وأرسلت مع مصر لها رسالة من خلال القوات الجوية المصرية التي شاركت في المناورات، القوات الجوية السودانية في مناورات نسور النسر واحد، نسور النيل واحد واثنين. كل هذه رسائل، ورسائل للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، عليكم أن تتدخلوا. الاتحاد الأفريقي غير قادر ولا يملك الفرصة. متى حل الاتحاد الأفريقي مشكلة من المشاكل؟ كل المشاكل، يعني إن لم يحصل حل تفاوضي حقيقي هذه المرة من الآن وحتى 15 من أبريل، تتوقع أنه بيصير في عملية عسكرية، قصف لبعض منشآت السد مثلا لتعطيل الملء الثاني أو المرحلة الثانية من ملء السد، أو أنه هناك ما دون ذلك مما هو فوق تفاوضي أو غير تفاوضي وأقل من عسكري بهذا الحجم؟ هقول لحضرتك يا أستاذ طاهر، لو المفاوضات فشلت واستمر التعنت الإثيوبي، كارثة بالنسبة للسودان أولا ولمصر ثانيا أن ندخل في مرحلة الملو الثاني. وبالتالي المطلوب إما اتفاق على طريقة الملو وسنوات الملو وطريقة إدارة السد وضمان سلامته، إما اتفاق تعاقدي تفاوضي، وهو أمر أنا شخصيا لا أرجح حدوثه في الفترة القادمة، أو أي إجراء آخر يوقف عملية الملو الثاني. يعني ربما لا نتحدث عن غارة جوية، لكن لابد من وقف عملية الملو، وقف فرض الأمر الواقع علينا. والخيارات يعني عريضة جدا، ليس بالضرورة تنحصر في قصف جوي، يمكن أن تكون هناك عمليات كثيرة، لأنها مسألة حياة أو موت بالنسبة ل 150 مليون. دكتور أحمد المفتي، خسائر أي ضربة عسكرية أقل، يعني لا أحد يريد ضربة عسكرية طبعا، ولكن إن وصلت الأمور إلى هذا الحد، خسائر الضربة العسكرية أقل من خسائر مصر والسودان إذا ما أكملت إثيوبيا بناء السد؟ والله في تقدير الخسارة متساوية، لأنه إذا أكملت إثيوبيا السد ذلك يعني أنها تملك قنبلة مائية، وقنبلة مائية بمعنى أنها بتساوي قنبلة نووية، لأنه السعة التخزينية بعد الملأ الثاني هتصبح 18.5 مليار، والسعة بتاعت خزان الروسيرس اللي هو
السد الأكبر في السودان في مواجهة سد النهضة سعته 7 مليار، فإثيوبيا إذا سمحت بتدفق 8 مليار ده بيعني أنه انهيار سد الروسيس وكافة السدود السودانية، بالإضافة إلى أنها هتملك أنها تفرض إرادتها السياسية على السودان بخلاف موضوع المياه، ولذلك الخياران كلاهما مر، ولكن السودان ومصر دفعتهم إثيوبيا إلى هذا الموقف بسبب تعنتها. كأنك عم تحكي بنفس أنه خلص هذا قرار يجب أن يتخذ، أو هكذا شعرت من جوابك. ما لم يتدخل ما لم يتدخل مجلس الأمن ويأمر إثيوبيا بوقف التشييد إلى حين الوصول إلى اتفاق ملزم، وهذا طلب موضوعي جدا، وقف التشييد في سد النهضة ووقف الملء الثاني إلى حين الوصول إلى اتفاق ملزم. إذا مجلس الأمن اتخذ هذا القرار في تقديري حينقذ. لا يبدو أن المجتمع الدولي يعني قلق إلى هذا الحد من هذا الموضوع، على الأقل على ما يصدر منه حتى الآن. دكتور أحمد المفتي، أنا بس عم ينتهي وقتي، بدي أرجع للدكتور أحمد جاد لأسأله نفس السؤال عن موضوع الخسائر. ما بتعتقد أيضا أنه أي ضربة عسكرية ستدخل المنطقة هناك في أتون يعني معارك وحروب كل الدول بغنى عنها، وبالتالي خسائرها ربما تكون أكثر من الخسائر المرتقبة بسد النهضة لو استكمل التفاوض؟ لا لا لا، هقول لحضرتك على شيء بسيط. حتى الآن لا يوجد ما يضمن سلامة الإنشائية للسد. المشكلة أنه لو دخلنا في المرحلة الملو الثاني يصعب أن يكون لديك خيارا عسكريا، يصعب أن تستهدف السد، لأنه هيكون عنده 18 كما تفضل ضيفك الكريم 18 مليار متر مكعب. لو بدك تعمل عملية قبل ما يملو، لا قدر الله سيغرق، طبعا سيغرق أراضي سودانية كثيرة ويدمر ربما سد الروسيرس وغيره، ستكون نتائجه كارثية. 1 و10 و20 و100 نريد التوصل إلى اتفاق. ما لم نتوصل لاتفاق أتصور أن الخسائر مهما كانت المترتبة على عمل ما لوقف بدء عملية الملو الثاني ستكون أقل بكثير من وضعنا أمام الأمر الواقع أمام الملو الثاني. دكتور عماد جاد شكرا جزيلا لك. دكتور أحمد المفتي شكرا جزيلا لك كذلك. ننتقل إلى هذا البث المباشر، المؤتمر الصحفي لنت برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية. إننا مستعدون لرفع العقوبات، لكنني أطرح فكرة هنا أن التصنيف لم يكن جزءا، التصنيف للمنظمات الإرهابية لم يكن جزءا من خطة العمل الشامل المشتركة. ما أقوله هنا هو بأننا نعد إيران مسؤولة عن دعمها للميليشيات. ماذا بشأن روسيا وما قاله وزير الخارجية الروسي بأننا مستعدون لإجراء محادثات طيبة طالما أن الإدارة تبعث بأي إشارات تدل على الاهتمام في إعادة العلاقات؟ هل هذا أمر يمكنكم أن تنظروا به؟ ما قلناه هو أننا نعم لدينا اختلافات عميقة مع الاتحاد الروسي، وكنت قد أدرجت جملة كبيرة من هذه الاختلافات في أكثر من مناسبة، وقلت أيضا بأن ما نود أن نحصل عليه هو علاقات مستقرة ويمكن التنبؤ بها مع روسيا، ويمكن للدبلوماسية أن تأخذنا إلى تلك العلاقات المستقرة والتي يمكن التنبؤ بها مع محاسبة روسيا عن الانتهاكات والمخالفات التي ذكرتها. سؤال آخر عن إيران. يوم الأمس كان هناك سفينة إيرانية قد تعرضت لهجوم، وكانت هناك تقارير أشارت بأن الولايات المتحدة قد أبلغت بهذه العملية الهجومية. لا توجد لدي أي معلومات. سؤال حول العراق. في البيان الختامي النهائي قلتم بأن هناك توجه لإخراج القوات العراقية كجزء من الاتفاق، هل يعني أن هناك عمليات إعادة لنشر للقوات؟ لكن لا أفهم ما هو الفارق بين عملية إعادة نشر القوات أو إخراجها، لكن هذا البيان الختامي جاء من وزارة الخارجية. وزارة الدفاع هي التي تتولى مسؤولية هذا الحوار، لكننا تحدثنا عن وضعية القوات العالمية وفقا لما يرتئيه الوزير أوستن. وهنا أكرر بأن القوات الأمريكية في العراق
العراق بدعوة من الحكومة العراقية للغرض الوحيد الذي هو يرمي لدعم القوات العراقية في حربهم ضد داعش، وتلك الحملة تبقى مهمة ومستمرة. شكرا جزيلا لكم. إذن كان هذا المؤتمر الصحفي لنيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية. السؤال الأخير كان للزميلة نادية البلبيسي عن إعادة نشر القوات أو سحبها من العراق، وتحدث عن أن القوات الأمريكية في العراق لدعم القوات العراقية ضد داعش. هناك مواضيع متعلقة بإيران أيضا والمفاوضات النووية التي وصفها بأنها ستكون صعبة بسبب نقص ثقة. الدبلوماسيون يعني الغربيون أطلعوا الوفد الأمريكي في فيينا على المشاورات التي أجريت مع وفد إيران. المزيد من الخارجية الأمريكية، محادثات فيينا مع إيران تقنية حتى الآن، والخارجية الأمريكية تقول أيضا إن الوفد الأمريكي أجرى مشاورات في فيينا مع الأوروبيين والصينيين والروس، إضافة إلى تلميح الخارجية الأمريكية وهو الأهم حتى الآن إلى إمكانية رفع عقوبات عن إيران خارج الإطار النووي، بمعنى لا يعني تكون الولايات المتحدة قد يعني رضخت للمطالب الإيرانية كي فترفع العقوبات وبالتالي تعود إيران عن خروقاتها للاتفاق النووي، بل تقوم برفع بعض العقوبات خارج الإطار النووي وثم تقوم إيران بالخطوة المقبلة. نكتفي بهذا القدر ونتابع ما لدينا من أزمة السفينة العالقة في قناة السويس التي ورغم انتهائها إلا أن صحيفة وول ستريت جورنال قالت إن خطرا بعيدا ما زال حاضرا لتعطل القناة عن العمل. طويت صفحة السفينة العالقة في قناة السويس إيفر جيفن بعد نجاح محاولات تعويمها، غير أن سطوراً لا زالت عالقة بحسب وول ستريت جورنال التي أوردت في تقرير لها أن خطراً بعيداً ما زال حاضراً لتعطل القناة يتمثل فيه أن العديد من الشحنات ستصل إلى وجهاتها متأخرة ما بين أسبوع إلى ثلاثة عن موعدها المحدد، ومن الممكن أن تتسبب هذه الشحنات الضخمة باختناقات جمة في الموانئ الأوروبية المزدحمة حول العالم، وبالتالي ستتعطل سلاسل التوريد لعدة أشهر، لا سيما وأن الموانئ كانت مزدحمة بالفعل بسبب فقدان التوازن الذي تخلل تفشي وباء كورونا. وبالنظر إلى الأسبوع الذي علقت فيه إيفر جيفن في قناة السويس، ارتفعت الشحنات المتأخرة من سلع التجزئة بشتى أنواعها من الفاخر إلى الرخيص بنسبة 11% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، ما سبب تعطل شحنات من قطع غيار السيارات ومنتجات الألبان إلى سلع أخرى كانت في طريقها إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية والآسيوية. ولا يمكن التغاضي عن التأثيرات التي سببها تعطل السفينة على تباطؤ بعض الشحنات المتجهة إلى موانئ الساحل الشرقي للولايات المتحدة مثل الآلات الصناعية وقطع غيار السيارات. إيلين يوسف، العربية. نحن باقون معكم لنتابع أيضا. إردوغان المنتقد لدبلوماسية بايدن يخطئ دبلوماسيا ويحرج رئيسة المفوضية الأوروبية. أهلا بكم من جديد. منذ أسابيع انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دبلوماسية بايدن بعد تصريحاته حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. قال إن هذه التصريحات لا يمكن أن تصدر عن رئيس دولة. لكن أردوغان بالأمس وخلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلين، ارتكب هو الآخر خطأ دبلوماسيا أحرج به فوندرلين التي اضطرت إلى الجلوس على مقعد جانبي. أثار الكثير من التصريحات في بروكسل، وينضم إلينا منها مراسل العربية نور الدين الفريدي. أنا أريد أن أعرف منك أولا نور الدين، مرحبا بك، ما كان تعليق المفوضية الأوروبية أو أورسولا فوندرلين أو أحد المتحدثين باسمها حول ما حصل؟ مساء الخير طاهر. مساء النور. يعني المتحدث الرسمي في إجازته اليومي إريك مامير قضى تقريبا 45 دقيقة يحاول الرد على استفسارات الصحفيين من مختلف أنحاء أوروبا وربما على مستوى وسائل الإعلام، وأيضا لم أشهد دعنا نقول في الماضي القريب تفاعلا من قبل الأوروبيين بمسألة مثل ما حدث في تركيا يوم أمس عندما جلس كلاهما يعني الرئيس أردوغان وكذلك الرئيس ميشيل بينما ظلت السيدة أورسولا فوندرلين واقفة حتى أنها قد حتى توحي
وتشعر الرئيس إردوغان بأنها موجودة. وبالتالي نعم هناك إحراج شديد حدث اليوم فيما بين تركيا والمفوضية الأوروبية، ولكن أيضا فيما بين شارل ميشيل وأرسولا فوندرلين رئيس لأنه صار في انتقادات لشارل ميشيل أنه لم يعني أنه لم يكن يجب عليه أن يقبل بمعاملة زميلته في نفس بهذه الطريقة، بل تناساها تماما، يعني تناسى حتى أدنى التقاليد اللي هي الأولوية للنساء عندما يكون هناك اجتماع معين مختلط. وبالتالي ليس فقط هذا بل أكثر من ذلك، أن بين ميشيل وأرسولا فوندرلين إدارة شارل ميشيل أرسلت موفدا باسم البروتوكول لترتيب تفاصيل البروتوكول لاستقبال شارل ميشيل، لكن مع ذلك يبدو أن بروتوكول شارل ميشيل لم ينتبه لما يترتب أو ما يلزم للسيدة أرسولا فوندرلين، وهذا يعكس في نظر البعض أن شارل ميشيل كان يريد دائما أو يسعى دائما لأخذ الأولوية. تمام مفهوم، بس في قصد تركي يعني من وراءه بسبب انتقادات أوروبا لحقوق الإنسان مثلا، أو يعني شو السبب، شو الفهم الأوروبي لما قامت به تركيا بخصوص فوندرلين باختصار شديد؟ معلش نور. الأتراك قالوا أنهم استقبلوا أرسولا فوندرلين مثل شارل ميشيل بما يلزم من ترتيبات يقتضيها البروتوكول. في كلمة واحدة السفير الأوروبي السابق في إسطنبول قال بأن المنطقة الذي قاد إردوغان إلى الانسحاب من معاهدة إسطنبول حول حماية المرأة هو المنطق نفسه الذي قاده إلى تجاهل السيدة أرسولا فوندرلين أمامه. شكرا جزيلا لك نور الدين الفريدي مراسل العربية من بروكسل. La présidente clairement a été surprise. D'ailleurs, on le voit dans la vidéo. Mais laisse-moi préciser que quelle que soit sa surprise, elle a préféré et je pense que c'était certainement la bonne attitude à avoir. Elle a préféré donner la priorité à la substance sur des questions de protocole ou de forme. C'est certainement ce que les citoyens de l'Union européenne auraient attendu d'elle. Il ne me revient absolument pas à moi d'essayer de... تم تعليق جهود إنقاذ سفينة هولندية قبالة السواحل النرويجية حتى يوم الخميس بانتظار تحسن الأحوال الجوية. فرق الاستجابة التي هرعت لإنقاذ السفينة من الغرق تسببت ببقعة نفط قبالة سواحل النرويج عقب إجلاء طاقم السفينة يوم الاثنين وسط طقس عاصف وممطر، وتحمل السفينة في خزاناتها 350 طنا من النفط الثقيل إضافة إلى نحو 50 طنا من مادة الديزل. إلى العناوين. في رسالة للأردنيين الملك عبد الله الثاني يقول إن الفتنة وئدت وأن الأردن انتصر على كل الاستهدافات. بعد تعرض السفينة الإيرانية سافيز للقصف العربية تكشف تفاصيل لباسها المدني وتحركاتها العسكرية. بعد فشل محادثات الكونغو خياران أمام مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة والسيسي يحذر. كان هذا ما لدينا في الساعة الأولى، تتابعونا معنا في الساعة الثانية الآن. الكاظمي يبلغ إيران في رسالة شديدة اللهجة عزمه على مواجهة الميليشيات في العراق. الأمير محمد بن سلمان يطلق الرؤية التصميمية لبرنامج تطوير العلا يحمل اسم رحلة عبر الزمن. بعد الهند سلالة المزدوجة تصل كاليفورنيا وثلث المتعافين من كورونا معرضون لأمراض نفسية. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء على رأس الساعة في الساعة الثانية من العربية الليلة. أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. في رسالة للأردنيين الملك عبد الله الثاني يقول إن الفتنة وئدت وأن الأردن انتصر على كل الاستهدافات.
هذا الموضوع هو الرئيس في العربية الليلة بساعتيها، تتابعونا في الساعة الثانية أيضا. الكاظمي يبلغ إيران في رسالة شديدة اللهجة عزمه على مواجهة الميليشيات في العراق. الأمير محمد بن سلمان يطلق الرؤية التصميمية لبرنامج تطوير العلا حمل اسم رحلة عبر الزمن. بعد الهند السلالة المزدوجة تصل كاليفورنيا، وثلث المتعافين من كورونا معرضون لأمراض نفسية. أهلا بكم. في رسالة وجهها إلى الأردنيين، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يطمئن الشعب بأن الفتنة وئدت وأن الأردن آمن ومستقر. قال العاهل الأردني إن الأردن انتصر على التحديات وعلى كل الاستهدافات التي حاولت النيل من الوطن. وأشار العاهل الأردني إلى أن أطراف الفتنة كانت داخل بيتنا الواحد وخارجه، قائلا إنه شعر بالصدمة والغضب. العاهل الأردني قال إن الأمير حمزة اليوم مع عائلته في قصره وتحت رعايته، وأنه قرر التعامل مع موضوع الأمير حمزة في إطار الأسرة الهاشمية، مشيرا إلى أنه أوكل المهمة لعمه الأمير الحسن بن طلال، وأن الأمير حمزة التزم أمام الأسرة بأن يسير على نهج الآباء والأجداد، وأن يضع مصلحة الأردن ودستور الأردن فوق أي اعتبارات أخرى. الملك عبد الله الثاني قال إن الخطوات المقبلة ستكون محكومة بمعيار مصلحة الوطن ومصلحة الشعب الأردني. ينضم إلينا الآن من عمان الوزير والسفير السابق محمد داوودي. أهلا بك معنا. مع الوزير، هل يعني يجب على المواطن الأردني ويعني أي متابع عربي أن يطمئن فعلا إلى أن الفتنة وئدت تماما في الأردن؟ نعم، مساء الخير لك ولمشاهديك. الحقيقة أن الفتنة وئدت كما أعرب جلالة الملك. نحن في الميدان وعلى اتصال مباشر مع الأجهزة، مع كل القيادات، الحمد لله في اطمئنان كامل. نحن كشعب كنا مطمئنين قطعا، إنه ما في يعني ملامح أو مؤشرات أو مقومات شر كبير مستطير، لكن يبدو أن هذه الفتنة كانت محدودة في الزمان والمكان، والأجهزة الأردنية المحترفة يبدو أنها كانت تراقبها من فترة طويلة، تتبعتها ودخلت. أنا بعتقد الآن ليست مرحلة تحقيق بقدر ما هي مرحلة مواجهة، مواجهة بالأدلة، بالبراهين، بالتسجيلات، بالصور. تعتقد سيصدر ذلك، سيكشف عنه بشكل كاف للمجتمع الأردني لكي يعرف ما حصل، حقيقة ما حصل فعلا، ثم لن يؤدي ذلك إلى المزيد من التصدع؟ نعم، شوف، سيفصح عن ذلك بكل وضوح وبكل دقة، لأنها ستذهب كل الأوراق، أوراق التحقيق، إلى المحكمة، وسيحصل المحامون على صور من التحقيقات، وستنشر هذه التحقيقات وسينشر كل ذلك، وربما تكون المحاكمة علنية، أنا لا أعرف. لكن بكل أحوال التحقيقات من شروط يعني المرافعة السليمة أن يحصل المحامي على كافة الأوراق والوثائق والتسجيلات والتحقيق اللي تم مع المتهمين. نحن على ثقة أن جلالة الملك يعني دخل في المسألة دخولا واسعا، اضطر الأمر أن يرسل رسالة إلى الشعب ليطمئن الشعب، وليقدم إشارات كثيرة في الرسالة. الرسالة هي فيها جملة من الرسائل، رسالة الرسائل هذه، وفيها إحالات وفيها ترميزات عديدة جدا. يعني الملك لما يعرب عن ألمه وغضبه وصدمته، هذه لا يعني لا تأتى من حالة معزولة بسيطة قليلة، لا، في ما يدعو إلى الألم والصدمة والغضب اللي أعرب عنه جلالة الملك. وأيضا ملاحظة أن جلالة الملك
ما يعني حزين كان ومتألم واضح تماما، لذلك لم يخرج على الرأي العام بصوته وبصورته. تمام. قدم رسالة قرأوها المذيعون، لأن يبدو تقديري الشخصي أنا جلالة الملك يعني موجوع من هذا الذي جرى، سبب له خيبة أمل، تفاجأ به، بس بكل الأحوال خطورته ليست يعني موجودة، خطورته زالت، إذا كان مهما كان حجمه قد زالت خطورته، لكن آثاره على جلالة الملك، رد فعلها على جلالة الملك كان واضحا في جملة من التعابير اللي استخدمها، وجلالة الملك دقيق في تعبيراته وفي جمله. مفهوم. شكرا جزيلا لك محمد داودية، الوزير والسفير السابق من عمان، تحياتي إليك. قال نائب العام الأردني حسن عبدالله إن حظر النشر في الموضوع المرتبط بالأمير حمزة بن الحسين الذي صدر الاثنين يشمل كل ما يتعلق بمجريات التحقيق وسريته، كذلك الأدلة المتعلقة به وبأطرافه، وأضاف أن الحظر يستثنى منه ما يعبر عن حرية الرأي والتعبير ضمن إطار قانون المطبوعات والنشر، وأشار إلى أن الحظر يستثني أيضا تصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية بهذا الخصوص. قال مسؤولان عراقيان إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي طلب من قادة إيران كبح جماح الميليشيات المدعومة منها، وقال المسؤولان إن الكاظمي أكد برسالة شديدة اللهجة لطهران عزمه على مواجهة الفصائل، وهدد الكاظمي في رسالته بالكشف عمن يدعم هذه الجماعات في العراق. كانت الرسالة شديدة اللهجة مع إيران سببا في زيارة قائد فيلق القدس إسماعيل قآني إلى العراق. ينضم إلينا من بغداد دكتور حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي. أهلا بك معنا دكتور حسين. تعتقد بأنه يعني هذه رسالة تحذير ما قبل البدء بالمواجهة الحقيقية إن لم توقف إيران دعمها لهذه الميليشيات؟ يعني مساء الخير عليكم، مساء الخير على المشاهدين الكرام. أكيد هي رسالة تنبيه لإيران في إطار قد يكون سعي تيار داخل إيران وداخل الحكم في إيران إلى استثمار هذه الجماعات المسلحة وهذه الجماعات الولائية التي أضرت حقيقة بصورة العراق وصورة الدولة العراقية، ويتحاول بين الحين والآخر إلى مزاحمة نمو الدولة الطبيعي، وهذه مشكلة كبيرة يشكل عليها الآن المواطنين العراقيين، والبعض من المواطنين ينقسم باتجاه الذهاب إلى المواجهة، وهنالك من يقول الحوار والتهدئة، وما بين كل ذلك ظهرت لدينا مبادرة الحوار الوطني، وهذه مبادرة من الممكن أن تكون مقترب أساسي للوصول إلى صورة الدولة التي يطمح إليها الجميع، بما فيها هذه الجماعة التي تريد أن تستخدم أو تزاحم الدولة وتستثمر عمقها العقائدي التنظيمي التدريبي التسليحي إلى آخره من المصنفات التي إلى أن وصلت إلى جماعة صغيرة تطلق صواريخ الكاتيوشا على مصالح وطنية عراقية ومواقع سيادية تحتضن بعثات دبلوماسية وكذلك التزامات عراقية لابد من حمايته. هل بإمكان المؤسسات والأجهزة الأمنية والعسكرية العراقية بالفعل الدخول هكذا مدخل في حرب من هذا النوع مع بعض هذه الفصائل، على الأقل اللي بعضها جزء من هذه المؤسسات الرسمية؟ يعني من حيث المنطقة الاستراتيجية أنا أقول أن قدرة هذه الجماعات أمام القوات المسلحة العراقية طبعا لا تؤسس إلى شيء، لكن بالمقابل حكمة صانع القرار والقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء الأستاذ مصطفى الكاظمي، وكذلك بالمقابل قيادة العمليات المشتركة والقيادة العسكرية التي تعمل معه من وزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية والاستخبارية، هم يعملون بحكمة للدفع بأن يكون هنالك حل سياسي لهذه المعضلة. الحكومة العراقية توارثت إرث كبير جدا من الصورة المسلحة، وهذه الصورة المسلحة هي في نهايات أو انتهاء ظاهرة السلاح وتشكل أو تأثير هذه الجماعات، لأن هنالك مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية من قبل إيران، وقد تكون هذه الجماعات هي ضحية إلى هذه المفاوضات، وهذا بالتالي ما يجعل هذه الجماعات عملية المرونة للدخول أو بمعنى أن العراقية بمعنى أن تتوقع أنه يعني إيران تضحي بهذه الجماعات تقدمها كبش فداء في مقابل ما تحصل عليه من الولايات المتحدة، يعني هذه فصائل أيضا ليس بعيدا.
ليس بعيدا هذا السيناريو، لانه لانه الاشتراطات الان الديمقراطيه اليمينيه الموجوده الان في الولايات المتحده الامريكيه، سواء في خطاب وزير الخارجيه وحتى خطاب وزاره الدفاع الامريكيه، وكذلك بالمقابل المسؤول على برنامج المفاوضات 5+1 يشير بصوره واضحه الى ان هنالك شرطان اساسيان امام الذهاب الى 5+1 والعوده والالتزام بها، وهي قضيه انهاء القلاقل والادوات القلاقل التي تستخدم في منطقه الشرق الاوسط ومنها الميليشيات والاجنحه المسلحه والجماعات الولائيه، وكذلك قضيه الصواريخ الباليستيه التي هي ليست مرتبطه بالوضع بالعراق وانما مرتبطه باليمن في هذا المجال، ولذلك هذه المجموعات قد تكون ضحيه لهذا التفاوض، وهنا اتوقع ان الحوار الوطني هو فرصه لها، وكذلك التحاور مباشره مع الحكومه العراقيه هو فرصه ثانية. تمام. وكذلك بالمقابل القوى الشيعية المعتدلة لابد أن لديها الآن أوراق للتقدم على هذه الجماعات وحل حالة الوضع أكثر من التصعيد. هنا يبرز دورها تحديدا. شكرا جزيلا لك دكتور حسين علاوي مستشار رئيس الوزراء العراقي من بغداد، تحياتي إليك. أشارت صحيفة جيروزلم بوست إلى أن التقارب السعودي العراقي يدفع إيران للتحرك سريعا في العراق الذي يعاني من أزمة سيادة حقيقية منذ سنوات طويلة. على خطى سلفه سليماني، إسماعيل قآني قائد فيلق القدس يجول في العراق، اجتماعات وتحركات سريعة، طهران قد تكون قلقة. أمران أساسيان يحركان قآني، الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي، والأهم ربما صورة استقبال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في السعودية، استقبال واحتضان سياسي مقلق للإيرانيين كما جاء في تقرير لصحيفة جيروزلم بوست. فالتقارب السعودي العراقي آخر ما تريد طهران أن تراه، ميل العراق بإدارته الحالية نحو العمق العربي عبر مفتاحه السعودي يفتح ما يشبه معركة أحضان بين إيران والجيران العرب، معركة يبدو أن الطرفين مستعدان لخوضها. الصحيفة قالت إن توقيت زيارة عشية المحادثات الأمريكية العراقية جاء ليذكر الولايات المتحدة بأن إيران لن تتنازل عن هيمنتها في المنطقة، بالأخص في بلد تتخذ منه طهران قاعدة عسكرية ويشكل بالنسبة لها متنفساً اقتصادياً من العقوبات المفروضة عليها. ورغم أن برنامج رحلة قآني للعراق ليس واضحاً، لكن مهمة قائد الفيلق قد تتلخص بحراسة استثمار طهران بين النهرين، استثمار يمر بالميليشيات الولائية وبالمحور المفتوح بين طهران وسوريا وصولاً إلى الضاحية الجنوبية لبيروت. مكرم حناوي، العربية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن بلاده لن تلتزم باتفاق نووي يعبد الطريق أمام إيران لامتلاك سلاح نووي، وشدد نتنياهو على منع من يريد ضرب إسرائيل من تنفيذ مآربه. أكدت وكالة الطاقة الذرية أنها ستواصل أداء دورها الفني والذي اعتبرت أنه لا غنى عنه في الاتفاق النووي الإيراني. في الملف النووي أيضاً، رأى الرئيس الإيراني حسن روحاني أن المفاوضات النووية في فيينا تشكل نجاحاً جديداً لبلاده على حد تعبيره. روحاني أكد أن لا حل أفضل من الاتفاق النووي الموقع عام 2015. جميع أطراف الاتفاق النووي خلصت أن لا حل أفضل من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، ولا مسار إلا من خلال التطبيق الكامل للاتفاق، واعتبر أن المحادثات النووية في فيينا تشكل نجاحا جديدا لإيران. منذ انسحاب الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني دخلت القضية في تسارع مقلق. نعود في هذا التقرير لنستعرض أبرز التصريحات للرؤساء الأمريكيين منذ الانسحاب ولغاية إدارة بايدن. Today, after 2 years of negotiations, the United States, together with our international partners, has achieved something that decades of animosity has not. A comprehensive long-term deal with Iran that will prevent it from obtaining a nuclear weapon.
powerful sanctions will go into full effect. If the regime continues its nuclear aspirations, it will have bigger problems than it has ever had before. Once I came, I was sworn in. That's why we said we're prepared to re-engage in negotiations with the P5 plus one on Iran's nuclear program. We must also address Iran's destabilizing activities across the Middle East. باقونا معكم وعلى وقع هذا العاجل على الهواء لنتابع أيضا. اجتماع ليبي لوضع قاعدة دستورية للانتخابات المقبلة. أهلا بكم من جديد. حرب السفن بين إيران وإسرائيل تتوالى. آخر هذه الهجمات تعرض السفينة الإيرانية سافيز للقصف. استهداف نفذته إسرائيل لكنها لا تريد الإفصاح عنه بشكل رسمي الآن بحسب ما يقول مراقبون. والآن المزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع مع زميلنا غسان أبو اللوز الذي انضم إلينا هنا في الاستوديو الآن. غسان مساء الخير مرة جديدة، أهلا بك. المزيد من المعلومات معك إذن حول ما حصل. مساء النور طاهر. بالفعل إذن أبلغت إسرائيل أمريكا بأنها هي من استهدفت سفينة سافيز الإيرانية، وهي سفينة تجسس تابعة للحرس الثوري الإيراني بحسب مسؤول أمريكي نقلت عنه صحيفة نيويورك تايمز، حتى أنها تعد قاعدة بحرية للحرس الثوري لجمع المعلومات الاستخبارية ومستودع أسلحة، ويطلق عليها السفينة الأم لإيران في المنطقة بحسب معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. قبالة سواحل إريتريا في البحر الأحمر انتظرت إسرائيل عبور حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور بنحو 200 ميل لتقوم باستهداف سفينة سافيز بألغام بحرية بحسب ما أكدت طهران، لكنها بالطبع لم تذكر أي شيء يتعلق بالتجسس. وروايتها هي أن سفينتها شافيز ناشطة في المنطقة منذ عدة سنوات لدعم قوات الكوماندوز الإيرانية بمرافقة سفن تجارية، بذلك تضم هذه الحادثة إلى سلسلة هجمات تصعيدية وقعت بين إيران وإسرائيل في البحار، وخاصة في منطقة البحر الأحمر وخليج عمان. غير أن استهداف سفينة سافيز الإيرانية وضع الأمور في نصاب أوضح بعد أن أكدت إسرائيل انتقامها لسفن تابعة لها طالتها ضربات إيرانية، كالسفينة الإسرائيلية المملوكة لشركة XT Management استهدفت مؤخرا الشهر الماضي بين الهند وعمان. أيضا سفينة MV هيليوس ري الإسرائيلية التجارية التي تسببت ألغام بحرية ألصقت بها بثقبها قبالة سواحل عمان في فبراير الماضي. أكد نتنياهو حينها بأنها عملية إيرانية واضحة. في المقابل هناك عشرات السفن الإيرانية التي تعرضت لهجوم من قبل إسرائيل في جميع أنحاء الشرق الأوسط، من بينها تلك التي كشفت عنها النقاب صحيفة وول ستريت جورنال، وعددها 12 سفينة كانت تحمل النفط الإيراني إلى سوريا. إليك طاهر. شكرا جزيلا غسان على كل هذه المعلومات، تحياتي إليك.
ملايين من براميل النفط الخام في طريقها إلى سوريا من إيران تتوزع على 4 سفن، منها سفينة أرمان التي كانت تعرف سابقا باسم إدريان داريو 1، والتي كانت في صلب مواجهة حادة بين الولايات المتحدة وإيران في صيف 2019. عندما يتعلق الأمر بتهريب النفط، تطل كل من سوريا وإيران كشريكين في الاحتيال على العقوبات الأمريكية. فمنذ عام 2011 واصلت الولايات المتحدة فرض عقوبات محسوبة لحرمان الأسد من بعض الموارد التي تدعم نظامه. والآن بينما يعاني النظام السوري من نقص في النفط، فإنه ما زال يتواصل مع حليفته القديمة إيران للحصول على المساعدة. ووفقاً لإحدى شركات الاستخبارات البحرية، فإن 4 سفن تحمل أكثر من 3 ملايين برميل من النفط الخام في طريقها من إيران إلى سوريا، وهي الكمية التي تكفي سوريا لثلاثة أسابيع على الأقل. وكشفت صور الأقمار الصناعية عن 4 سفن في البحر الأحمر على النحو التالي: أرمان 114 المعروفة سابقاً باسم أدريان داريوان، والتي سبق أن فرضت إدارة ترامب عقوبات عليها عام 2019 لمحاولاتها تهريب النفط إلى سوريا. وال3 سفن الأخريات هي سام 121 وداران ورومينا. وفي تحد للعقوبات الأمريكية، من المقرر أن تصل السفن إلى مصفات بنياس النفطية السورية عبر قناة السويس. وبحسب المؤسس المشارك لتانكر تراكرز، وهو موقع على الإنترنت يتعقب ويبلغ عن حركة الشحن وتخزين النفط الخام، فإن واحدة على الأقل من الناقلات الأربع الإيرانية قد اجتازت قناة السويس. وفي الوقت الراهن هناك 900,000 برميل تنتظر في البحر الأبيض المتوسط، ويمكن أن تصل إلى سوريا في أقرب وقت. من جانبها تعلن إيران مرة أخرى وبشكل علني قدرتها على تجاوز العقوبات الأمريكية بتهريب نفطها إلى الحلفاء داخل وخارج المنطقة. التحايل على العقوبات الأمريكية من جانب إيران وعلى الملأ يتزامن مع مفاوضات تجري في فيينا بين إيران والغرب بمن فيهم واشنطن لإنقاذ الاتفاق النووي. اجتمعت اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي في العاصمة التونسية تونس لبحث وضع قاعدة دستورية نهائية تجرى على أساسها الانتخابات المزمع تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل. وناقشت اللجنة القانونية التي تضم 18 عضواً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي خلال الاجتماع الذي سيتواصل حتى الجمعة عدة مقترحات وخيارات دستورية وقانونية حتى التوافق على واحدة فقط يتم عرضها لاحقاً على مجلسي النواب والدولة لوضعها واعتمادها كمرجع وأساس لإجراء الاستحقاق الانتخابي. استطلعت العربية آراء الشارع الليبي حول ما إذا كان هذا الشارع يؤيد كتابة دستور جديد للبلاد أم إجراء تعديلات دستورية أو رفضها تماما. هل التعديل سيتوافق مع الوفاق الذي نراه اليوم في بين المتصارعين بالأمس؟ قاعدة دستورية ضرورية للوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر. الوقت لا يسعف الحكومة ولا يسعف مجلس النواب لوضع قاعدة دستورية يستفتى عليها الشعب ثم إجراء انتخابات في 24 ديسمبر بحسب خارطة الطريقة المطروحة. فأعتقد أن اللجوء لمخرجات فبراير سيكون هو الحل الأقرب في هذه المرحلة. نتمنى أيضا من إجراء إنشاء قاعدة دستورية مؤقتة جديدة على ضوها يتم بناء مرحلة جديدة لليبيا بعد هذه المرحلة المؤقتة الآن التي يقودها السيد المنفي واد بيبة. أصبح يشكل خطر على الوحدة الليبية وعلى المجتمع الليبي وعلى الدولة الليبية يعني وقيام الدولة الليبية. هناك أقليات تحتج وهناك أقاليم تحتج وهناك مدن تحتج وهناك يعني تيارات مدنية أيضا لها احتجاجات كبيرة على مشروع الدستور. معنا من تونس السياسي الليبي عز الدين عقيل، أهلا بك معنا أستاذ عز الدين. في أي اتجاه تسير الأمور في هذه الاجتماعات؟ مساء الخير أستاذ طاهر. أهلا وسهلا فيك مشاهديك الكرام. أعتقد أنه في 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 الغردقة كان وفدي البرلمان ومجلس الدولة استطاعوا أن يحدثوا اختراق كبير بالتوافق على أن يكون هناك استفتاء على مسودة الدستور،
ولكن عدد من العواصم الغربية يناصبون هذه المسودة العداء، حتى أنهم ساوموا أعضاء في لجنة الستين بأنهم إذا ما عدلوا هذه المسودة وألغوا الفقرة أو النص الذي يمنع مزدوجي الجنسية من تولي المناصب فإنهم سوف يدبرون أمر الاستفتاء خلال أيام، وكان هذا في العام 2017. يبدو أن بعض العواصم الغربية تصر على أن مزدوجي الجنسية لابد أن يشاركوا في الانتخابات القادمة باحتفاظهم بجنسياتهم. يبدو أن هناك مخطط فعلا لبناء الطبقة السياسية التي تناسب مصالحهم، وبالتالي هم بعد ذلك وجدوا ضالتهم المنشودة في التعديل الذي جرى على قانون ازدواج الجنسية الليبي في العام 2010، واللي فيه فقرة تقول إذا ما وافقت الدولة على نيل الجنسية فإن الأمر يكون متساوقا مع القانون. ولهذا هم يضغطون الآن من أجل أن تكون هناك قاعدة دستورية بعيدة عن مسودة الدستور التي كما قلت ما زالوا ينصبونها العداء. هذا فيما يتعلق بفكرة القاعدة الدستورية وما تتعرض له من ضغوط إجمالا. إنما ما يتعلق بهذا الاجتماع في تونس، في ظني أنه وضع للمسدس في صدغ لجنتي البرلمان ومجلس الدولة، وبأنكم إذ لم تقوموا، لأن تم تخلافات بين الطرفين، وبأنكم إذ لم تقوموا بإنتاج هذه القاعدة الدستورية فإن هذه اللجنة الناشئة عن ما يسمى بلجنة الحوار هي التي ستقوم بإنتاج هذه القاعدة الدستورية. وبالتالي أعتقد أن هذا سيسبب قلق وسيكون مصدر ضغط كبير على الفريقين الناشئين عن مجلس الدولة والبرلمان من أجل التعجيل بإنتاج هذه القاعدة الدستورية، لأن تمت كما قلت خلافات وهم يريدون تجاوز هذه الخلافات بهذا التهديد الذي أوجدوه من خلال الضرة التي باتت فعلا تمثل البرلمان موازي للبرلمان ومجلس الدولة. نعم. طيب بالتالي ما الذي سيعمل ومن الذي سيعمل على يعني تدوير الزوايا في هذه الخلافات ومرة جديدة في أي اتجاه باعتقادك؟ أنا لم أسمع السؤال أخي طاهر، هل تستطيع أن تعيد السؤال لو سمحت؟ أعيد عليك السؤال إذن. سألتك عن من يجب عليه المنوط به الآن محاولة تدوير الزوايا في هذه الاجتماعات من أجل الوصول إلى ما يعني يخرج ليبيا من النطاق الذي أي قواعد دستورية يتفق عليها من النطاق الذي تخشى منه حضرتك وأوضحته سابقا. شوف أخي طاهر، حتى ما نلفش وندور عليك كثير، ليبيا الآن هي تحت براثن الدول الغربية وما يسمى بالمجتمع الدولي. في ظني أننا الآن مفعول بنا، كل ما يقرره هؤلاء هو الذي يجب أن يجري. حتى أنهم الآن يتعاملون مع يوم 24 ديسمبر وكأنه يوم عرفة بالنسبة لموسم الحج، يعني هم مهمهمش حسن الترتيب، يعني هم لا يتعاملون مع الانتخابات باعتبارها ليست هدفا ولكنها تحصيل حاصل. يعني انت اذا اسست بشكل جيد للوضع الدستوري للبلاد، واللي هو ما دامك انت بتنتقل لمرحله قاره، لماذا ندخل على قاعده دستوريه غير مضمونه؟ يعني انتم تقولوا نحن هذه المرحله مرحله البيبو والنفي هي اخر مرحله انتقاليه. طيب لماذا تورطني في قاعده دستوريه استثنائيه ونجد نفسي في صراع جديد حول مسوده الدستور؟ طالما ان هناك مسوده الدستور وطالما ان الاطراف الرئيسيه اللي هي مجلس الدوله والبرلمان وليس البرلمان العرفي اللي صنعته ستيفاني ويليامز اتفقوا على الاستفتاء على على مسوده الدستور، اذا اوكي نستفتي على مسوده الدستور. وضحت الفكره. اذا شهر او اثنين او ثلاثه اضافيه لما لا، طالما ان هذا سوف يؤسس لقواعد حقيقيه. وضحت الفكرة تماما، شكرا جزيلا على مشاركتك معنا الليلة أستاذ عز الدين عقيل، تحياتي إليك. موجز الأنباء في منتصف الساعة الثانية. قال نائب العام الأردني حسن العبد الله أن حظر النشر في الموضوع المرتبط بالأمير حمزة بن الحسين يستثنى منه ما يعبر عن حرية الرأي والتعبير ضمن إطار قانون المطبوعات والنشر. أكدت الخارجية الإيرانية تعرض سفينة سافيزا التابعة للحرس الثوري لهجوم في مياه البحر الأحمر. وقال بيان للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية وفقا لوكالة رويترز أن طهران ستفتح تحقيقا لتحديد مصدر الهجوم على السفينة. قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بدرجة 20% وصل إلى 55 كيلوغراما. رأى الرئيس الإيراني حسن روحاني أن المفاوضات النووية في فيينا تشكل نجاحا جديدا لبلاده على حد تعبيره. روحاني أكد أن لا حل أفضل من الاتفاق النووي الموقع عام 2015. اعتبرت الخارجية الكندية توجيه إيران تهما ضد 10 مسؤولين في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية بأنها غير كافية، وعبرت كندا عن قلقها العميق إزاء نقص المعلومات والأدلة التي قدمتها إيران في لائحة الاتهام.
تستعد نحو 500 عائلة عراقية لمغادرة مخيم الهول شمال سوريا بعد موافقة الحكومة في بغداد على عودتهم إلى العراق. أعلن محام لرئاسة تركيا أن محكمة في أنقرة أصدرت أحكاما بالسجن مدى الحياة على 32 عسكريا سابقا لضلوعهم في محاولة الانقلاب عام 2016 ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ويندرج العسكريون السابقون ضمن مجموعة من 497 مشتبها بهم وقد خدم غالبيتهم في الحرس الرئاسي. رغم الانتقادات المتكررة للمشروع جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التزامه ببناء قناة اسطنبول التي تصل البحر الأسود ببحر مرمرة. وأعلن أردوغان عن استكمال الاستعدادات لشق القناة وأن الأعمال الأساسية للمشروع ستبدأ في الصيف. أطلق ولي العهد السعودي ورئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للعلا الأمير محمد بن سلمان الرؤية التصميمية لبرنامج تطوير العلا التي تحمل اسم رحلة عبر الزمن. الرؤية التصميمية تهدف لتأهيل المنطقة الأثرية ضمن برنامج تطوير العلا الساعي إلى تحويل المنطقة لوجهة عالمية للفنون والتراث والثقافة والطبيعة. نتابع الرؤية التصميمية عبر تقنية الواقع المعزز مع الزميلة نادين خماش. رحلة عبر الزمن في مدينة تميزت بإرث تاريخي وموقع جغرافي فريد على طريق البخور نجد مدينة العلا السعودية، واحة تعاقبت عليها الحضارات منذ أكثر من 7000 عام، معالم أثرية أنتجتها عجائب الطبيعة. مخطط لرحلة عبر الزمن للحفاظ على ماض عريق لتحقيق مستقبل مزدهر. رؤية تصميمية تشمل مشاريع منها ما تم تنفيذه مثل رفع الطاقة الاستيعابية لمطار العلا حتى أصبح مطاراً دولياً، بالإضافة لقاعة مرايا المسجلة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مبنى مغطى بالزجاج في العالم. كما يقدم المخطط مشاريع هامة مثل مشروع إحياء وتأهيل واحة العلا الثقافية والذي يأتي ضمن إطار مبادرة السعودية الخضراء والتي كشف عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مؤخراً. يعد المشروع أكبر مبادرة لتأهيل الواحات الثقافية في العالم وشاهداً على ريادة المملكة في التعامل مع أكبر المشكلات المشتركة في العالم وهي الطبيعة المعرضة للانحسار. وفي إطار منح تجارب سياحية أصيلة لتكون مليئة بالتأمل والاستمتاع، سيتمكن الزوار وسكان العلا من استخدام القطار السياحي الممتد بطول 46 كيلومتراً، وأيضاً توفير خيارات نقل مستدامة مثل إقامة مسار للدراجات الهوائية ومسار آخر للخيول، حيث تسعى الرؤية لتشجيع رياضة الفروسية خصوصاً مع تطوير البنى التحتية لقرية الفروسية ومضمار السباق. أما طريق البخور المركز الأول في المخطط يبدأ في البلدة القديمة، أعيد تجديد طريق البخور ليمنح تجربة استثنائية للزوار. أما في مركز واحة دادان يجري العمل على معهد الممالك والذي سيمثل مركزاً معرفياً وبحثياً للآثار من هذه الحضارات التي خلدت هنا في هذه المنطقة. في مجال السياحة والضيافة يجري العمل أيضاً على الانتهاء من توسعة منتجع عشار وإضافة 47 غرفة فندقية، بإضافة أيضاً إلى منتجع وادي عشار الذي سيكون أيضاً صديقاً للبيئة، فمن المقرر افتتاحه هذه السنة ويتم بناؤه بنهج يضمن الحد الأدنى من التأثير البيئي، بإضافة لمنتجعات ونزل ريفية ومرافق ثقافية، كلها ستأتي تباعاً لتحقيق رؤية العلا وتصبح أكبر متحف حي في العالم. وفي لقاء مع العربية أفاد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عمرو المدني أن المشروع سيخلق وظائف جديدة في المواصلات والفنادق والرحلات السياحية وكذلك تطوير المزارعين، وستشكل السياحة 75% من حجم اقتصاد العلا. مخطط رحلة عبر الزمن أنشئ بشكل رئيسي على تعزيز الاقتصاد المحلي. نتكلم اليوم وبنحتفي ببدء المرحلة الثالثة من برنامج الابتعاث، سنصل بإذن الله إلى 1000 مبتعث من محافظة العلا، والمرحلة الثالثة بدأ قبول الطلاب لتأهيلهم فيها. ولكن ليس فقط الابتعاث والتدريب هو المستهدف، اليوم بنخلق وظائف جديدة، بيشارك معنا المواطن في تشغيل شبكة المواصلات، شبكة الفنادق، الرحلات السياحية، ونرى اهتمام كثير أيضا بوظائف متخصصة في تقنيات المياه والزراعة، تطوير المزارعين، إنشاء قطاع اقتصادي داعم للقطاع السياحي.
السياحة ستشكل 75% بشكل مباشر وغير مباشر من حجم الاقتصاد هنا. 25% المتبقية قطاعات اقتصادية نستهدف تحفيزها من اليوم الأول، والزراعة على رأس تلك الفرص الاقتصادية التي يجب تحفيزها في العلا. من مسرح مرايا داخل معرض رحلة عبر الزمن بمحافظة العلا مراسل العربية سلطان السلمي الذي أجرى أيضا هذه المقابلة. أهلا بك معنا سلطان. إذن يعني كيف هي الأجواء بعد إطلاق الرؤية التصميمية في مسرح مرايا وفي العلا عموما، وماذا تعني رحلة عبر الزمن؟ أهلا طاهر وأهلا بكافة مشاهدي قناة العربية. مخطط رحلة عبر الزمن هي الرؤية التصميمية لبرنامج تطوير المرحلة الأولى من محافظة العلا، ويتشكل هذا البرنامج من عديد من المشروعات والمبادرات. رحلة عبر الزمن محاور أو عناصرها الرئيسية هي عبارة عن خمسة مراكز رئيسية لتحويل محافظة العلا إلى وجهة سياحية عالمية متخصصة فيما يتعلق في الثقافة والتراث والمساحات الطبيعية بشكل عام. اليوم احنا نشوف هذا المعرض، اليوم هذا مجسم كامل لكافة المشروعات والأعمال التي سوف تعمل عليها الهيئة الملكية بمحافظة العلا من خلال تجهيز والعمل على خمسة مراكز ثقافية، وهي مركز واحة البلدة القديمة، ومركز واحة دادان، ومركز واحة جبل عكمة، ومركز الواحة النبطية، ومدينة الحجر. وتعتبر هذه المراكز زميلي طاهر والأحياء هي مراكز حضارية. طبعا يتشكل كل هذه المراكز من مجموعة من المعالم السياحية والمرافق الثقافية، طبعا مثل المنتجعات والنزل والمتاحف والحدائق والمعارض والقرى والمسارات وغيرها. طبعا يعني العناصر الرئيسية في أو الأرقام الرئيسية في مخطط رحلة عبر الزمن، هنالك خمسة مراكز فريدة وخمس مواقع أثرية رئيسية، وكذلك 15 مرفق ثقافي وطبيعي، أيضا أكثر من 5000 غرفة فندقية وواحة ثقافية مستدامة بطول 9 كيلومترات. أيضا نتحدث عن 10 مليون متر مربع من المساحات الخضراء والأماكن المفتوحة هنا في العلا. كذلك هنالك قطار سياحي صديق للبيئة بطول 46 كيلومتر. كل هذه الأرقام وكل هذه المشاريع هي يقدمها مخطط رحلة عبر الزمن لتكون تجربة سياحية أصيلة لسكان وزوار من كافة أنحاء العالم، حيث يستهدف برامج تطوير العلا عند اكتمالها طبعا في عام 2035 أن سوف نرى كل هذه المجسمات التي تظهر الآن أمام الكاميرا سوف تكون على أرض الواقع من خلال نقل الزائر أو السائح من داخل المملكة أو حتى من خارج المملكة إلى تجربة سياحية ومتحف حي مفتوح يتشكل من مسارات ثقافية وكذلك مراكز حضارية. وكل واحدة من هذه المجسمات اللي عم تعرض لنا إياها مع الزملاء المصورين تصور مركزا من هذه المراكز، وكل مركز له توجه معين لإظهار ثقافي ما. بالفعل زميلي طاهر، اليوم هذا المعرض رحلة عبر الزمن اليوم وضع كافة المجسمات وكافة الصور التي سوف تكون على الطبيعة وعلى أرض الواقع خلال السنوات القادمة. اليوم نتحدث عن سوف تنتهي كافة هذه المشاريع خلال وصولا إلى عام 2035. اليوم العلا مدينة تشتهر بالزراعة وتشتهر بالمعالم الحضارية ومدينة تاريخية من الدرجة الأولى. اليوم احنا على الوضع الحالي نشاهد سياح من كافة مدن ومناطق العالم. اليوم العلا بعد هذه المشاريع أو بعد تدشين هذه المراكز الحضارية والمسارات والمساحات الخضراء والمواقع والغرف الفندقية وتوسيع المطار وغيرها من المشاريع، سوف تكون الوجهة الأولى والمتحف الحي لكافة السياح وكافة من يهتم بالحضارات القديمة أو حتى المواقع التاريخية والثقافية. اليوم الهيئة الملكية بمحافظة العلا والمجتمع المحلي هنا في محافظة العلا، الجميع يعمل بيد واحدة وعلى قدم وساق حتى وصولا بمحافظة العلا إلى العالم، وكل إن شاء الله من يرغب بالسياحة وكل المهتمين في الآثار والحضارة وكذلك الطبيعة بشكل عام. نعم. شكرا جزيلا لك من معرض رحلة عبر الزمن بمحافظة العلا مراسل العربية سلطان السلمي، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات.
نحن باقون معكم لنتابع أيضا. العالم يسجل 4 ملايين إصابة خلال الأسبوع الماضي بكورونا. أهلا بكم من جديد. في آخر تطورات فيروس كورونا، رصد علماء من جامعة ستانفورد ظهور الأول للسلالة المزدوجة، مزدوجة التحور، التي تم اكتشافها في الهند. موقع مايو كلينيك قال إن السلالة تنتشر بسهولة في كاليفورنيا ولها تأثير قوي على فاعلية بعض العلاجات، كما أنها تقلل بشكل معتدل من فاعلية الأجسام المضادة الناتجة عن الإصابة السابقة بالفيروس أو اللقاح المضاد له. هذه وتحوي السلالة الهندية مزدوجة التحور، إذن هذه السلالة تحوي على طفرتين مختلفتين في فيروس واحد، وقد أثار ذلك قلق العلماء الذين يسعون لمعرفة مدى خطورتها. 4 ملايين إصابة جديدة بفيروس كورونا تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي في العالم وفق منظمة الصحة العالمية. بيانات المنظمة أوضحت أن معدل الإصابة زاد بنسبة 5% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، الذي سجل زيادة بنسبة 11% عن الأسبوع الأسبق، فيما حصلت زيادة ملحوظة بشكل خاص في معدلات الإصابة في جنوب شرق آسيا بنسبة 36% وفي منطقة غرب المحيط الهادئ بنسبة 25% وشرق المتوسط بنسبة 10%. أما في أوروبا فقد أصيب أكثر من 1,600,000 شخص في 7 أيام، وفي الأمريكيتين سجل 1,300,000 إصابة. نقمة جديدة يخلفها فيروس كورونا على المتعافين منه، ففي دراسة بريطانية جديدة خلصت إلى أن ثلث المتعافين منه يعانون من اضطرابات عصبية ونفسية ترافقهم 6 أشهر ما بعد التعافي. العربية سألت الشارع حول التعافي وظهور أي مشاكل صحية، نستمع. أنا تقريبا إلي 10 أيام فرضا مخلص من كورونا، بشعر أنه مرات بجسمي في بعض العوارض موجودة بجسمي، مرات بتشعر بوجع بالصدر، فهاي كمان بتشعرك أنه أنت بضلك بتفكر أنه لسه كورونا موجودة فيك ما طلعت. ابدا ما في خوف ولا قلق، لاني متابع مستمر على احدث الدراسات يعني اللي بتصدر في هذا المجال. لا، لما طبت نهائيا كل شيء رجع زي اول واحسن. كورونا نعم في ارهاق اكيد، بعد يعني بعد الكورونا بضل الجسم متعب وفي هيك يعني خمول، بحس الواحد عنده خمول زياده، شويه ضغط هون، وباقي العضلات في الجسم تبقى مش زي ما هي تماما. اي نعم، فتره كورونا تعبت منها نفسيا لأنه بتكوني بعيدة عن كل الناس، بس بعد ما تعافيت منها لا الحمد لله الأمور تمام. يعني شفينا من الفيروس اللعين، لكن الأعراض ما زالت موجودة، خصوصا حاسة التذوق. يعني ما أحس أنه همنا يعني تأثرت حالتي نفسية، هو أعتقد الكارانتينا فترة اللي إحنا بقينا بها بالحجر الصحي داخل المنزل كان لها تأثير أكيد، يعني تنقطع كل علاقاتك الاجتماعية. معنا من باريس دكتور ألبير مخيمر استشاري الطب النفسي، أهلا بك معنا الدكتور. هل التداعيات هذه لها علاقة بالفيروس نفسه، بمعنى أنه يسبب تداعيات يعني على الجسم فبالتالي تنتقل إلى ما هو نفسي، أو لا هو مرتبط فقط بحالة القلق التي تصيب المريض في فترة المرض نفسه؟ مرحبا، أهلا وسهلا. في الحالتين، يعني عنا بعض المرضى عم نشوف أنه الفيروس الكورونا عم يقدر يتفشى بالجهاز العصبي وبعض شقق من الدماغ، حتى في بعض الدراسات عم تفرجي انه عنده قدرة عن بعض الاشخاص انه يضرب الجهاز العصبي ويعني الجهاز الفكري كمان وبعض الاشخاص هو تقريبا التروما من شعاشه من الخوف يعني عم يخليهم يطوروا، يشبه الصدمة يعني مثل الصدمة بيتفاقم وبيخلي الأشخاص يصير عنده أمراض نفسية. مثلا بالدراسة اللي حنحكى عنها شفنا أنه تقريبا 17% من المرضى عم يصير عندهم اضطرابات بالقلق،
14% عندهم اضطرابات اكتئاب، و5% قلق، قدرة ما يدروا يناموا مثلا، وأرق. وبعض الأشخاص كمان عم يصيروا ياخذوا كتير أكثر أدوية. طب ليش بس ليش بتضل مستمرة؟ معلش إذا فصلنا أكثر، ليش بتضل مستمرة بعد التعافي؟ لعدة أسباب. أول سبب فيكون لأنه في اضطرابات بيولوجية. لازم ننسى أنه الفيروس بعضه شيء جديد، والأمراض النفسية شيء مزمنة فيها تأخذ كتير وقت. لبعض الأشخاص لأنه خاصة عم نشوفها عند المرضى اللي بيقطعوا بحالات كورونا صعبة، المستشفى، العناية الفائقة، لغير أمراض كمان فيها تسبب أمراض نفسية عم نشوفها. هيدا الشيء يعني بنشوفه عادة عند مش بس كورونا المرضى. يعني بس بماذا تنصح كاستشاري طب نفسي لمن أصيب؟ استشارة طبيب نفسي. إذا حدا عادة شهر بعد ما صار أحسن، بعد عنده عوارض نفسية، يستشير حدا. كثير أهين لإلنا كأطباء نفسيين نشوف حدا بأول الطريق ونساعده يصير أحسن. للخضوع لجلسات فيها يعني نعم. حديث مع المريض بين الطبيب والمريض، أو ربما حتى اللجوء إلى أدوية. هو مع الطبيب رح يقرروا حسب. في عنا مرضى بنشوفهم وين مش عايزين نلجأ لأدوية، وين بس بنعمل معالجة شفهية. نحكي مع المرضى بنفسر لهم شو عم يصير، خصوصا لاضطرابات القلق. هذا بيمشي كتير منيح. أو اللي بيحتاجوا لأدوية، عم تشوف كتير ناس يعني زيادة ارتفاع بعدد الناس اللي بيجوا لعندك بسبب كورونا أو إصابتهم فيه، يعني حالة كورونا اللي عملها في العالم أو إصابتهم المباشرة فيه. عم نشوف نوعين، منشوف أشخاص انصابوا بكورونا وبيجوا لمعالجات، أكترية أوقات لاضطرابات قلق، مثل الشخص اللي شفناه يلي بحس بعده أنه كأنه الفيروس بعده بجسمه، بينما منعرف أنه منه بقى الفيروس بجسمه، بس هيدا هيدي هي يعني اضطرابات قلق. وعم نشوف كمان أشخاص مش هن انصابوا، أشخاص من عائلتهم، أشخاص قراب، أما الحجر عم يكون كتير صعب عليهم. هيدا عم نشوف كمان زيادات كتيرة، لأنه بنحكي كتير عن الأشخاص يلي مصابين بالكورونا، بس كمان نحكي عن البقايا، أشخاص عندهم غير أمراض ما عم يقدروا يروحوا على المستشفى لأنه تمام. المواعيد عم تنلغى. وهذه ربما تبعات نفسية رح لكورونا يعني ستستمر وتستمر للأسف حتى لو تمكننا في هذا العام من القضاء في العالم على الفيروس. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة معنا دكتور البارم خيمر، استشاري الطب النفسي. شكرا. باريس، تحياتي إليك. في ظل هذه القيود التي تتحدث عنها دول العالم وآخرها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الألمان يعانون، لكنهم وجدوا طريقة مبتكرة للتخلص من ضغوط كورونا، طريقة أوصلت مجموعة منهم إلى دخول إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأطول لحن موسيقي عبر نموذج قطار. شكراً للمتابعة.